عندنا 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 مواسم بالعراق اجمل من اوروبا. مو بالضروره اليوم اللي اجيب الساح بالشتاء بالصيف بالبب. اكو عندي شتاء وعندي ربيع مو فاذا احنا متى نشوف واقع السياحه مفعل بطريقه صحيحه بالعراق؟ هنا راح نتفق انا وياك. اذا نحتاج الى وضع خطط سياحيه لاستثمار سياحي نشط وواعد. شلون هذا؟ هذا مسؤوليه الجهه القطاعيه الاستثمار السياحي. يعني هسه احنا من نجي نشوف الفنادق القائمه الان دا تستثمر، ليش؟ لانه اكو بيها مردود اقتصادي، اكو ممكن مو اذا المناطق، اذا المناطق السياحيه اللي عندنا والتاريخيه، بابل، هاي بابل اللي 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 الاثار، احنا ايش نحتاج؟ نحتاج مواقع سياحيه، منشات سياحيه تساعد انه السائح يجي يتواجد. مو بس منشآت، تحتاج فنادق، تحتاج هو سلسلة هو 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 المنشأ، هو أقصد المصطلح أمور المنشآت اللي دا أستخدمه يعني السياحي يعرف ايش أقصد المنشآت. المنشآت السياحية المطعم والفندق يعني ودار الاستراحة كامل طبعاً. طبعاً أي نوع من المنشآت هاي تساعد على بقاء السائح لفترة طويلة مع توفير خدمات بالمكان اللي يحتاج. باعتبارك متخصص، العراق في فصل الصيف وهاي درجات الحرارة اللي هي أكثر من 50 إلى طيب. وين يتجه أستاذ توفيق؟ يعني وين اكثر الوجهات يسافر لها المواطن العراقي؟ هو عندنا الاقليم يعني الاول شيء يفكر به الاقليم زين، ثم يبدا يفكر بالدول المجاوره. عندنا الان ايران يعني الجمهوريه الاسلاميه حقيقه موضوع السياحه الترفيهيه اخذت الان مدى واسع. يعني كان قبل يعني سنتين كذا كان عندنا سياحه دينيه بايران، الان صار عندنا سياحه ترفيهيه وخاصه في مناطق شمال ايران. شمال بالضبط، في شمال اصلا وقو قبال سياحي، يعني العراقيين دا يصير قبال لهاي المناطق كلش عالي. ثم عندنا تركيا، يعني هذا تركيا السياحه اللي صارت منها ترى من خلال دعايه والاعلان اللي صار مسلسلات التركيه اثرت تاثير قوي جدا بتنشيط الحركة السياحية.